شكرا جزيلا زميلنا عامر عمر عبد الله على هذا التقرير الوافي والجميل جدا. نتواصل معكم ووصلنا الى فقره الرياضه. نرحب بالاستاذ سهل احمد العبيد الصحفي الرياضي. اهلا ومرحبا بك. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج صباح الشروق. نعم استاذ سهل، مباشره الى جدول المباريات لهذا اليوم. طيب لغاية ما زملائنا يجهزوا لنا الجدول الخاص بالمباريات نشوف أبرز العناوين في صحافة الخرطوم. نبدأها بالصحف الرياضية تحديدا، نبدأ بالصدى. نعم نقرأ في الصدى مشاهدينا: أخطر اجتماع لمجلس المريخ اليوم لحسم ملف الرئاسة. الاتجاه لمخاطبة المفوضية لانتخاب رئيس جديد في مقدمة الخيارات بعد فشل سوداكال في الوفاء بالتزامات التسجيلات. المريخ يقدم صدام سنجة رسميا اليوم، والخرطوم الوطني يرفض إعارة مدافعه حمزة للأحمر. مباشرة إلى صحيفة جون الرياضية: على ذمة موقع النيجيري، الهلال يجدد عقد شيبولا وتصريحات مثيرة للاعب. الهيئة الاستشارية تتبرأ من أحداث كورال وتصدر بيانا حول اقتحام المشجعين للقاعة. محمود أمبدا يؤكد قبوله للتحدي واقتحام التشكيلة. وسكرتير الخرطوم يمثل أمام الانضباط، 40 مليار ديون المريخ وتصريحات خطيرة لشداد على سوداكال. السكرتا ينزل بالتقيل ويسجل 6 من الكبار، ونجوم المنتخب يجتمعون بأنوار المدينة اليوم. وإلى صحيفة سوكر التي أفردت هذا العدد الخاص لقرعة الأبطال: مواجهات من نار في انتظار الكبار، موقعة قوية بين الملكي وجيرمان، وثأرية بين البلوز والكاتالان. البايرن سعيد بمواجهة بشتكاش، وبازل حزين بلقاء سحرة الستيلز. المان يونايتد أمام تحدي إشبيلية، والليفر وتوتنهام أمام بورتو ويوفنتوس. قرعة سهلة لأتلتيكو وأرسنال وميلان في الدوري الأوروبي. طيب دي أبرز العناوين، نمشي نشوف جدول المباريات. جهزوا ملانا. طيب نطلع الجدول ونشوف بعد ذاك التحليل لهذه الأخبار المختلفة. تواصل معكم مشاهدينا، تواصل مع الصحفي الرياضي سهل احمد العبيد في الملف الرياضي. امبارح كان قرعه الابطال، ابطال اوروبا، وكثير من الحديث طوال اول ما طلعت القرعه دار في مواقع التواصل الاجتماعي على عشاق هذه البطوله. خلينا نبدا بمواجهه اللي بنسميها مواجهه القمه بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. كيف ستكون هذه المواجهه وفي بالنا انه الفريقين عندهم مشاكل دفاعيه لكن بيتمتع بهجوم قوي جدا؟ بالضبط، يمكن زي ما ذكرت فعلا الفريقين يتمتعوا بقوة على صعيد خط الوسط تحديدا. ريال مدريد يعتبر واحد من أكثر الأندية وأفضلها على مستوى خط الوسط في قيادة توني كروس، في قيادة لوكا مودريتش وأيضا كاسميرو. نفس الأمر ينطبق على باريس سان جيرمان، عنده عدد من الخيارات في خط الوسط، عنده رابيو، عنده عدد من اللاعبين. لكن المشكلة الأساسية التي قد تكون مواجهة لريال مدريد في هذه الفترة تحديدا هو أن ريال مدريد يعاني هجوميا، وهذه هي المشكلة الأساسية التي يمكن جعلت فريق ريال مدريد في الفترة الماضية يرغب في ضم اللاعب ماورو إيكاردي، لاعب انتر ميلان الإيطالي، لتعزيز خطوط الهجوم بالنسبة له، خصوصا في تراجع
مستوى اللاعب كريم بنزيما. يعني يمكن كريم بنزيما له فترة ومستواه متراجع بشكل كبير جدا، يمكن حتى بديل كريم بنزيما اللاعب بورخا مايورال، لاعب صغير في السن ولاعب شاب صاحب إمكانيات كبيرة، ولكن ليس لديه الخبرة التي تجعله يلعب كلاعب أساسي في ظل وجود كريم بنزيما. المواجهة لا شك في أنها هي مواجهة صعبة على كلا الطرفين، خصوصا وإن ما زال هناك وقت لتعزيز حظوظ الفريقين من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خصوصا أنه هذه المباراة ستكون في شهر فبراير، يعني هناك فرصة بالنسبة للريال ولباريس سان جيرمان من أجل تدعيم صفوفهم في فترة الانتقالات الشتوية اللي هي في فترة يناير. واعتقد بأن ريال مدريد مطالب أكثر من باريس سان جيرمان بتدعيم صفوفه من أجل تخطي هذه القرعة الصعبة، خصوصا أنه دائما ما يقع ريال مدريد، يمكن في الموسم الماضي واجه بايرن ميونخ والجميع توقع بأنه ريال مدريد سيغادر البطولة بعد مواجهة بايرن ميونخ، لكن ريال مدريد استطاع أنه ينتصر ذهابا وإيابا ويصل إلى نهائي البطولة ويتوج بطلا على حساب يوفنتوس الإيطالي. طيب، واحدة من كلاسيكيات برد أوروبا اللي هي برشلونة وتشيلسي، يمكن تشيلسي عنده الأفضلية الدفاعية زي ما يعني أوردت بعض الأخبار، لكن برضو الناس بتتكلم عن أنه برشلونة عندها ميسي يعني. صحيح، يمكن ده التصريح صرح به عدد من الصحفيين المتابعين لهذه التفاصيل القرعة اللي جرت بالأمس، إنه إذا ما كان ميسي في يومه بمعناه إنه بشكل كبير جدا تظل حظوظ برشلونة في إقصاء تشيلسي واردة وبشكل كبير جدا. صحيح. لكن المشكلة الأساسية التي سيعاني منها برشلونة هي الإصابات، إصابة اللاعب عثمان ديمبلي، هل سيعود قبل هذه المواجهة أم أن اللاعب سيغيب حتى تلك الفترة؟ نفس الأمر ينطبق على اللاعب أومتيتي، اللاعب الذي تعرض إلى الإصابة وسيغيب لمدة شهرين، هل سيكون جاهز في تلك الفترة لمواجهة تشيلسي؟ ولا ننسى أن المواجهات السابقة تحمل في طياتها الكثير من الأخطار. تشيلسي نفسه أقصى يمكن برشلونة في 2005 و2012 بالضبط، يعني يمكن الهدف الأخير اللي سجله اللاعب فرناندو توريس بالانفراد بمرمى الحارس فالديز في الدقائق الأخيرة، وانتهت المباراة بتعادل بهدفين مقابل هدفين، واستفاد تشيلسي من فوزه في ستانفورد بريد بهدف وحيد، وبالتالي تأهل إلى المرحلة الدور الأربعة. تشيلسي يمتلك رغبة كبيرة جدا بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بالرغم من أنه تشيلسي في هذا الموسم أقل بكثير صراحة، ليس هو تشيلسي الموسم الماضي الذي استطاع أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه. في هذا الموسم حتى الآن تعرض إلى 4 هزائم في الدوري، وآخرها كانت أمام وستهام في الجولة الماضية بهدف وحيد. تشيلسي عنده ذكرى سيئة جدا مع برشلونة في هذه المرحلة، وتحديدا المباراة التي جرت ما بينهم في العام 2009 والهدف الحاسم للاعب إنييستا في الدقائق الأخيرة اللي أهل برشلونة للوصول إلى المباراة النهائية، وبالتالي التتويج بلقب البطولة على حساب مانشستر يونايتد. ليورجن كلوب عنده مواجهة رحيمة يعني مع ليفربول، لكن هل يتوجب عليه الذهاب للماركات والتنظيم دفاعاته وتجنبا للأدوار القادمة باعتبار أن مباراته الأولى سهلة يعني لحد كبير؟ للأسف أنه يمكن يورجن كلوب، الجميع ينتقد يورجن كلوب على اعتبار أنه ليفربول عزز حظوظه في فترة الانتقالات الماضية بتدعيم الصفوف على مستوى خط الهجوم وأهمل الدفاعات بشكل كبير جدا، ولذلك يمكن شاهدنا ليفربول يمكن في كل مباراة عنده القدرة على تسجيل أكثر من هدف أو هدفين، لكن في نفس الوقت الفريق قادر على قبول أكثر من هدف أو هدفين. ونفس الأمر حدث في مباراة أشبيلية في دوري الأبطال، ليفربول كان متقدم في شوط المباراة الأول ب3 أهداف نظيفة، عاد أشبيلية في شوط المباراة الثاني واستطاع أن يسجل 3 أهداف وتنتهي المباراة بالتعادل. وبالتالي يجب على يورجن كلوب إذا ما أراد أن يسير في هذه البطولة أو حتى على مستوى البريمير ليج، يجب أن يدعم صفوفه على مستوى خط الدفاع بالشكل بالتحديد. طيب، برضو يعني باير عنده مع بشتكاش، وهي مباراة يعني جيدة أو متوسطة بالنسبة له لأنه الباير عنده خبرته الطويلة، هل دي بالنسبة لبشتكاش مباراة نقدر نقول هي صعبة يعني على حسب ما جات في القرعة؟ والله لا شك في أنه بشكتاش التركي في هذا الموسم كان مفاجئ، قدم مستوى مفاجئ بشكل كبير جدا في مجموعته، تصدر مجموعة كانت صعبة جدا فيها بورتو البرتغالي فيها موناكو، بالعكس هو انتصر
على موناكو على ملعب لويس الثاني في موناكو، وانتصر على بورتو في ملعب الدراغاو في البرتغال، وبالتالي يمكن حظوظه تعززت من خلال تدعيم صفوفه في الفترة الماضية، ويمكن ضم أفضل اللاعبين وتأخرهم اللاعب ريال مدريد اللاعب كليبر بيب اللاعب البرتغالي اللي عنده خبرة كبيرة جدا في البطولات الأوروبية مع ريال مدريد، ويمكن عنده خبرة كبيرة جدا على مستوى خط الدفاع. المواجهة بالنسبة لبايرن ميونخ هي نسبيا ستكون مواجهة سهلة، لكن لا ننسى أنه مستوى بشكتاش في هذا الموسم على الصعيد دوري أبطال أوروبا يمكن أن يشكل مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لبايرن ميونخ، خصوصا يمكن المدرب الحالي لبايرن ميونخ يوب هاينكس تم الاستعانة به لتعويض المستوى السيء اللي قدمه المدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم. صحيح أنه المستوى تحسن بشكل كبير جدا، وآخره كان الفوز الكبير اللي حققه الفريق البافاري على باريس سان جيرمان بثلاث أهداف مقابل هدف. بالرغم من ذلك الفريق وصل إلى مرحلة أنه يكون ثانيا في المجموعة خلف باريس سان جيرمان، لأنه باريس سان جيرمان استفاد من فوزه بثلاثية نظيفة في مباراة حديقة الأمراء. أيضا في مواجهة بين بوكتينيو وأليجيري، منو اللي حيقدر يحافظ على خط الدفاع؟ منو ممكن يقدم مفاجآت يعني شاملة في الكرة في هذه المباراة؟ نحن تكلمنا عن سيد العجوز اليوفنتوس، أعتقد أنه هو لديه الحظوظ الأكبر، خصوصا أنه هو صاحب الخبرة الأكبر في هذه البطولة، هو وصيف النسخة الماضية أمام ريال مدريد. بوكتينيو لا شك في أنه واحد يعتبر واحد من أفضل المدربين في السنوات الأخيرة، مدرب أرجنتيني شاب عنده خبرة كبيرة جدا، يقود السبيرز منذ فترة طويلة وتم تجديد عقده في الآونة الأخيرة. الفريق كان منافس في السنوات الأخيرة لبقية الأندية على لقب البريمير ليج، في هذا الموسم تحسن أداؤه على صعيد دور الأبطال على عكس المواسم الماضية. في المواسم الماضية كان الفريق يودع بشكل مبكر، لكن في هذا الموسم بالرغم من أنه وقع في مجموعة ريال مدريد إلا أنه استطاع أن يتصدر هذه المجموعة، بل ولينتصر على ريال مدريد في مباراة الإياب في ملعب ويمبلي بثلاث أهداف مقابل هدف، وتعادل معه في سانتياغو برنابيو بهدف مقابل هدف، وبالتالي دي كلها تعزز حظوظ الفريق في قدرته على تحقيق المفاجأة وإقصاء يوفنتوس من دور الأبطال، لكن تظل خبرة وإمكانيات الفريق سيد العجوز هي الأكبر وهي الأقرب لأنه يتأهل إلى المرحلة المقبلة. طيب على ذكر الخبرة، هل الخبرة حتكون موجودة في المواجهة اللي حتجمع الأسيتي مع بازل ويلعب فيها دور كبير جدا النجوم وحتى الخبرة؟ والله صراحة أنا أعتقد بأنه بازل وقع ما سمى زي ما بقوله، يعني صراحة مجموعة سيئة معه. بالضبط يعني هو واجه أفضل فريق حاليا على صعيد البريمير ليج، فريق منظم، فريق يدربه مدرب كبير جدا هو المدرب جوزيب غوارديولا، عنده خبرة كبيرة جدا مع برشلونة، خبرة كبيرة أيضا مع الفريق البافاري، والآن يشرف على مانشستر سيتي ومتصدر وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي، يعني دي لم تحدث منذ سنوات طويلة جدا أنه يكون الفارق ما بين المتصدر وصاحب المركز الثاني 11 نقطة، وبالتالي يمكن الجميع يراهن على أنه مانشستر سيتي قد يكون هو بطلا للبريمير ليج في هذا الموسم في ظل الأداء المميز اللي قاعد يقدمه. عنده قوة هجومية كاسحة للأمانة في قيادة أغويرو، هناك عدد من اللاعبين ديفيد سيلفا، دي بروين، ستيرلينج، دول كلهم يعززوا حظوظ الفريق في قدرته على الفوز في هذه المباراة، بل واكتساح بازل، أنا أعتقد أنه سيكون هناك اكتساح للفريق في مباراتي الذهاب والإياب. الصحافة العالمية وصفت مباراة المان يونايتد وإشبيلية بأنها مباراة معقولة يعني لحد كبير، لكن إشبيلية ما هذا ليس عامل مفضل يعني، وفي المقابل أبناء مورينيو عنده مسبقية واضحة جدا وخبرة كبيرة. صحيح، يمكن هي الجرعة لحد ما تعتبر متوازنة في هذه المواجهة تحديدا. إشبيلية سقط سقوط كان مدوي جدا في الدوري في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد بخماسية نظيفة. مانشستر يونايتد يمكن أيضا خسر في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأولد ترافورد، ووقفت سلسلة انتصاراته اللي حقق فيها 40 مباراة على ملعب الأولد ترافورد لم يعرف مانشستر يونايتد فيها طعم الخسارة. مانشستر يونايتد من حسن حظ مانشستر يونايتد انه يدرب مدرب كبير جدا هو المدرب مورينيو، عنده خبره كبيره جدا في البطولات الاوروبيه،
قادوا في الموسم الماضي إلى التتويج بلقب اليوروبا ليج. في هذا الموسم صحيح أن الأفضلية تصب لمصلحة مانشستر يونايتد على حساب أشبيلية، لكن يبقى أشبيلية عنده القدرة على تحقيق المفاجأة ويمكن أن يفعلها ويقصي مانشستر يونايتد، لكن الخبرة تصب لمصلحة مانشستر يونايتد، خصوصا أنه يمتلك عدد كبير جدا من اللاعبين، ولا ننسى أنه يمتلك اللاعب بول بوغبا ويمتلك زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، حتى اللاعب خوان ماتا وعدد من اللاعبين لينغارد راشفورد ومارسيال. طيب شختر أخرج نابولي من دوري الأبطال، شنو المطلوب من مدرب روما فرانشيسكو للمواجهة دي، خصوصا أنه المواجهات هي حتبدأ في فبراير والإياب كله حيكون في مارس زي ما كل الناس عارف؟ والله فعلا يمكن دي كانت مفاجأة كبيرة أنه نابولي يسقط إلى اليوروبا ليج ويتأهل شختار رفقة مانشستر سيتي. شختار عنده خبرة كبيرة جدا في البطولات الأوروبية، تحديدا في بطولة اليوروبا ليج، على عكس دور الأبطال. الدور الأبطال تصب فيه الخبرة لمصلحة روما. روما في هذا الموسم تحسن مستواه كثيرا، صحيح أنه ما زال في آخر مباراة هو تعادل، انقاد إلى التعادل السلبي أمام كييف وفيرونا دون أهداف، بالرغم من أنه كييف وفيرونا في المواجهة السابقة خسر أمام إنتر ميلان بخماسية نظيفة، لكن روما ومن خلال المواجهات السابقة ومن خلال مجموعته والنتائج المميزة أمام الفريقين أتلتيكو مدريد وحتى تشيلسي بالفوز على تشيلسي بثلاثية نظيفة، دي كلها تعزز حظوظ روما في قدرته على تجاوز شختار دونيسك الأوكراني والتأهل إلى مرحلة دور الثمانية. سهل أحمد العبيد صحفي رياضي، شكرا جزيلا لحضورك، لكل التحليل اللي قدمته لنا وكل المعلومات، كثر خير. شكرا لكم. كنا نتمنى أن يكون عندنا زمن ونكمل في كل الأحداث المربوطة بالشأن المحلي، لكن الحدث الأكبر والأبرز واللي حظى به اهتمام كثير جدا من محبي الدوري الأوروبي، الجرعة اللي كانت بالأمس حاولنا فيه عجالة نتكلم عنها. شكرا أحمد. شكرا إسراء، وختاما تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن ننقل جهدهم، وإلى اللقاء في أمان الله.